شوف بلادي يدعوكم لاكتشاف 20 موقع سياحي بجهة الدخلة والذهب. من الجهة ديال الدخلة والذهب اليوم غادي نديكم اون اكسكورسيون باش تعرفوا على لا دون بلانش او لا دونا بلانكا كيف كيسميوها هنا. ايوا اجيو معايا. لا دون بلانش من الاماكن اللي ما خصش الواحد يضيع عليه فرصه اكتشافها في شبه جزيره الداخلة. باش تمشيو ليها عندكم 30 كيلومتر ديال الطريق و10 كيلومتر ديال لابيست. المناظر الزوينه ما غاديش تخطاكم على طول الطريق، فما فيها بس الا درتو وقفات مره باش تصوروا. لا دون بلانش تقدروا تجيو ليها اون 4x4 في لا ماري باس، كيف يمكن لكم تجيو ليها اون باتو عند لا ماري اول. من بعد 17 كيلومتر ديال لا بيست احنا وصلنا لا دون بلانش اللي جات كلها دايره بلا لاغون، واجيو نطلعوا ليها. كيف غادي نتوصلوا لاعلى قمه في لا دون بلانش؟ غادي نتمتعوا بمنظر بانورامي هائل، كتبان رمليه بيضاء سما زرقاء مع بحيرات صغيره فين تقدروا تعوموا وتكايطيو. ديروا شي تصويره حبقى شويه. اوني الداخله. هكذا كتبقى لا دون بلانش، واحد البلاصه اللي خاص الواحد ضروري يزورها الى جا الداخله. مغامرتنا اليوم سالات، وغدا غادي نديكم اون اكسكورسيون باش تعرفوا على بلاصه اخرى من الجهه ديال الداخله والذهب. السلام عليكم.